يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اصطفاه الله للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، من مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات الإحسان، بل الإحسان تاج الأخلاق وأول مكارمها وأعلى مراتب الدين. والإحسان له مفهومان، مفهوم خاص ومفهوم عام. فالمفهوم الخاص هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جواب لجبريل حينما سأله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا إحسان بين العبد وربه، إحسان في عبادة العبد لربه، فهو يعبد ربه على هذه الصفة، وهي استحضار قربه وأنه بين يديه كأنه يراه. وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، ويوجب أيضا الإخلاص الكامل لله في العبادة توجها وإرادة ومقصدا، وبذل الجهد في تحسين العبادة وإتمامها وإكمالها. وكل عمل ديني أو دنيوي إذا راقب العبد فيه ربه سبحانه وتعالى تحقق فيه الإحسان وكان على أكمل حال، سواء كان عملا يقصر نفعه على صاحبه كصلاته وقراءته وكدحه على نفسه، أم كان متعديا النفع إلى غيره من الناس وهو إيصال الإحسان إليهم. فالإحسان إتقان العمل، والباعث عليه مراقبة الله تعالى في السر والعلن. وأعظم فضيلة للإحسان أنه أعلى درجات الدين، إذ الدين إسلام وإيمان وإحسان، كما جاء مرتبا في حديث جبريل عليه السلام. وأعلاه الإحسان، أعلى مراتب الدين الإحسان. وقد قال الله جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال جل من قائل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إخوة الإيمان، والإحسان مفهوم عام يتناول الإنعام على الغير، كما يشمل معاملة الخلق بالحسنى في جميع الأحوال. ولقد أمر الله عز وجل، أمر بالإحسان بشتى صوره ومختلف أشكاله في جميع الحالات وكافة التصرفات، فقال جل من قائل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان مطلقا في جميع الأحوال وكافة التصرفات. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء وفي كل شيء، ومن ذلك الإحسان في زكاة بهيمة الأنعام. ومن الإحسان الواجب معاشرة المسلمين بالحسنى، خاصة الوالدين والأولاد والزوجين والأقارب والجيران. قال الله جل وعلا: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. بل الإحسان في دائرته الواسعة الرحبة يشمل المخالفين في العقيدة، وذلك بالعفو والصفح عما يصدر منهم. قال جل وعلا: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليل منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الإحسان أيها المسلم العفو عن الحقوق الواجبة للإنسان على غيره والتنازل عنها لوجه الله عز وجل. قال سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. معاشر المسلمين، الإحسان معنى جميل مطلوب حتى في مجالات اللقاءات والمحاورات، ويتأكد ذلك حال الخصومات والمنازعات. قال جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ويقول سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فالإحسان مطلوب في التحاور بين المسلم وأهل الكتاب لتصل المجادلة إلى الثمرة المرجوة والمقاصد المبتغاة. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إخوة الإيمان، الإحسان في الإسلام يشمل دائرة الحياة كلها وما فيها من نبات أو حيوان أو جماد. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالذي يفسد في الأرض ويدمر البيئة لا هو من أهل الإحسان ولا هو قريب منه. وروى الإمام أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة. من قتل عصفورا عبثا يعني بدون حاجة، عج يعني رفع صوته، هذا الطائر يوم القيامة يرفع صوته إلى الله عز وجل يقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. وروى الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها ويأكلها ولا يقطع رأسها ويطرحها، يعني يرمي بها. إخوة الإيمان، فمن أحسن في هذه الدنيا كان جزاؤه الحسنى في الدنيا والآخرة، فهو في الحقيقة يحسن حين فإنما يحسن إلى نفسه. قال الله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وقال سبحانه: وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال سبحانه: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية الله عز وجل. ويوم القيامة يتمنى الكافر أن لو كان محسنا، ويدعي أنه لو عاد إلى الدنيا لانتظم في سلك المحسنين، وهيهات هيهات
أن يعود مرة أخرى. قال سبحانه: أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، أي رجع إلى الدنيا، فأكون من المحسنين. وبالجملة فأهل الإحسان هم الفائزون بمحبة الله جل وعلا. قال سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأصحاب الإحسان هم السعداء بمعية الله ورعايته ولطفه ورحمته. قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأهل الإحسان في الدارين متنعمون وبرضا ربهم فائزون. قال جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. نسأل الله جل وعلا أن يكمل إيماننا وأن يجمل إحساننا وأن يقوي أخلاقنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين المحسنين، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون، يبلغ المؤمن درجة الإحسان إذا راقب الله تعالى في نفسه وفي خلقه. فمراقبته لله تعالى في نفسه تغلق عنه أبواب الحرام والمشتهيات، بل والمشتبهات، تغلق عنه أبواب الحرام والمشتبهات، وتفتح له أبواب الطاعات، فيجتهد في إحسانها والإخلاص فيها لعلمه بمراقبة الله تعالى له. ومراقبته الله تعالى في خلقه تجعله يبذل المعروف، يبذل المعروف والإحسان إليهم، ولا يؤذيهم أو يعتدي عليهم، ويعين محتاجهم، ويعفو عن خطاياهم، ويصبر على أذاهم، ويصلح ذات بينهم، ولا يريد بذلك ثناء ولا شرفا ولا شيئا من الدنيا، وإنما يريد بإحسانه رضا الله عز وجل والدار الآخرة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله، وقد دل، وهو كلام نفيس فانتبهوا له رحمكم الله، قال: وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأن أضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. ومن عاجل، يقول رحمه الله، ومن عاجل جزاء الإحسان، يعني الجزاء المعجل في الدنيا، ومن عاجل جزاء الإحسان أن العبد إذا أحسن العبادة وجد لذتها وفرح بها واشتاق إليها وصار خفيفا في أدائها وأصلحت له قلبه وحاله، هذا في العبادة. وإذا أحسن للخلق وأخلص لله تعالى في إحسانه لهم وجد لذة لذلك الإحسان تربو وتزيد على لذة الجاه والمال والشهرة والملذات، مع ما يناله من دعوات صالحات ومن توفيق يلازمه في شؤونه كلها، وأجر الآخرة أكبر وأعظم. نسأل الله الكريم أن يجعلنا جميعا من أهل الإحسان. اللهم أحسن إلينا في الدنيا والآخرة، واجعلنا مع المحسنين من عبادك ومن عبادك المحسنين، واجزنا جزاء المحسنين يوم الدين. آمين آمين آمين.
هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. هناك أخ تصدق بصدقة للمسجد فيرجو الدعاء لقريبه المريض، هي الصدقة في حد ذاتها سبب من أسباب الشفاء، فإذا انضاف إليها الدعاء فهو أرجى للقبول بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يشفيه، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.